رئيس جمعية الفلاحين في ناحية قرى تبة بمحافظة ديالى قال إن في ناحية قرى تبة وحدها كانت خسائر مزارع الحنطة 170 دونما بسبب الحرائق، لكم أن تتخيلوا. دعونا نشاهد. تفضل. باسمي باسم ناحية قرى تبة رئيس جمعيات الفلاحية في ناحية قرى تبة حسن علي غادر، ناحية قرى تبة تضررت 170 دونم في قرية ساري تبة العوامر، وعندنا قرية ثانية قرية خضران تضررت لحد الآن ما مقدمين طلب على أضرار مالتهم، وعندنا جبل حمرين نيران بي من كل المكانات بس بدون زرع، بس الأضرار 170 دونم زرع، وعندنا منطقة خضران زرع احترق لحد الآن أضرار ما اللجنة ما مقرراش قد محددتها. زين حنطة ملو كل حنطة زرع حنطة ناحية قرى تبة الأغلب حنطة. زين اكو هاي فعل فاعل لو شنو؟ الله العالم، عندنا فعل فاعل تخريب الله العالم التماس كهربائي ما حد يعلم.